الكريم وبوفد المرافق لكم ومتربصين ومتمهنين راجل دائر القطاع الفلاحي ببلادنا للثورة للثروة و... حما هاك دايرين في حالة متوسطة خلاص كل المعطيات موجودة عند الخبير عندنا سلام عليكم سلام الشيخ اللي حط ليتو هو صح ما عنديش مساحة هذه المساحة هذا 20% ولا في الحجره عصا موسى تخصص كيما معلش 100% حاب يدير تخصص تاع ميكانيك ولايه معسكر الفلاحيه بامتياز فاقتصادها مبني على نسبه 80% من المجال الفلاحي وفي هذا السياق نحن حريصون على ان تستعيد ولايه معسكر مكانتها الفلاحية ومكانتها التنموية من خلال تأهيل الشباب ومساعدتهم على التحكم في المشاريع الاستثمارية وفي هذا السياق أسدينا تعليمات بخصوص المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني طيب العربي على إلزامية توافق طاقات الاستيعاب في الداخلية مع عدد المقيمين واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب من مختلف الولايات إلى المعهد مع ضرورة استغلال التجهيزات الفلاحية في الورشات وتكثيف الأبواب المفتوحة على المعهد بالتنسيق مع الجمعيات ومختلف الشركاء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب ونحن نطرح مفهوم جديد للمؤسسات التكوينية وهي أن تكون مؤسسات جوارية بامتياز.